نكمل يا دكتور ولا ايه الاخبار؟ دكتور حضرتك قافل المايك. صح. تمام يا حبيبي، الفايل ظاهر عندكم؟ ظاهر يا دكتور. تمام. تاني طريقة يا جماعة، نيوتن انتربوليشن هي أفضل شوية من اللاجرانش انتربوليشن، لكن برضو زيادة ما سألني برضو نفس الكونسترينت اللي عندي، ما تروحش لنيوتن إلا ما يكون عندك من الداتا كتير برضو. بس دي بتعمل دي بقى بتديني مور ايفورت، يعني عشان استخدام نيوتن طويلة شوية بتاخد وقت أطول، تمام، لكنها افضل من اللاجرانج. طبعا الكير فيتنج افضل وافضل ان شاء الله. لو انا عندي اربع نقط، تمام، اكس نود واي نود، اربع نقط دول جم منين؟ ها، القراءات المعمليه، تمام، وعايز اجيب النيوتن انتربوليتنج بولينوميال، نيوتن بقى، فهنقول ايه؟ هتعمل العمود الاول اللي هو الاكسات، هتحط ايه؟ اكس نود، اكس واحد، اكس اثنين، اكس ثلاثه، ركزوا معايا يا حبايبي، تمام؟ طيب العمود الثاني هنحط فيها الوايات، واي نود، واي واحد، واي اتنين، واي تلاتة. طيب النظرية دي اسمها الديفايدد ديفرنس، الديفايدد ديفرنس، تمام كده، اللي هي ايه؟ اللي هي نظرية الفروق، تمام. طيب دي بقى الطريقة دي احسن من لاجرانش، احسن بس اطول بس احسن. طبعا كيرف فيتنج او ليست سكوير، تمام، افضل وافضل، يعني اللي بتاعت الايه، اللي هي بتاعت الليست سكوير افضل احسن منهم كلهم. تعالوا بقى بصوا على الدلتا واي دي. الدلتا واي دي يعني ايه الديفرنس؟ اللي هي ايه الدلتا دي؟ اللي هي واي 2 ماينس واي 1 او واي 1 ناقص واي نود. بتيجي ازاي؟ بين دول بنحط الفرق بينهم، يبقى واي 1 ناقص واي نود على اكس 1 ناقص اكس نود. معايا يا اولاد؟ احمد تمام؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام. طيب الفرق الثاني ده بيتحط بين واي 2 وواي 1، يبقى واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. الفرق الثالث بين الواي 2 وواي 3، تبقى واي 3 ناقص واي 2 على اكس 3 ناقص اكس 2. دول ارقام، انتوا معايا دول ارقام ولا لا؟ مش اكس نود ده رقم، وواي نود ده رقم، واكس 1 ده رقم، وواي 1 ده رقم، مش كده؟ و تمام تمام. يبقى دي القيمه دي هتطلع رقم ولا مش هيطلع رقم؟ هيطلع رقم. سميته ايه؟ سميته ايه؟ كابيتال، تمام، عشان رموز بس. والتاني ده سميته بي كابيتال، وده سميته سي كابيتال. لسه في فروق تانية. هي المعادله هتطلع من الدرجه الكام الاول؟ الابروكسيميشن، الابروكسيميت ديستريبيوشن من الدرجه الكام؟ ثالثه. صح كده، صح كده، تساوي درجه المعادله، هتطلع عدد من درجه المعادله هي نفس عدد النقاط تساوي عدد القراءات ناقص واحد. يعني لو انت واخد 20 قراءه يبقى هيطلع لك معادله من الدرجه ال 19، وده عيب مش ميزه زي ما قلت لكم، ان انت ما بتتحكمش في شكل المعادله، لكن وانا في الكير فيتنج اقدر اتحكم فيها. هطلعها لك اكسبوننشال، هطلعها لك لوجاريتمك، هطلعها لك بالكوزين والساين زي ما انت عايز هتطلعها، تمام. يبقى الداله الكونتينوس بتاعتك في نيوتن واللاجرانش ما بتتحكمش فيها، هتطلع معادله بولينوميال من اي ديجري، من ديجري مساويه الى عدد النقاط المعطاه او عدد القراءات ناقص واحد. واضح الكلام ده؟ واضح يا دكتور. تمام. طيب هنجيب الدلتا سكوير. الدلتا سكوير بين اللي انت طلعتهم، فبنقول ايه؟ بي ناقص ايه، ركز معايا، ركزوا معايا، بي ناقص ايه على اكس 2 ناقص اكس نود، يبقى الاولاني ناقص الاخير، او الاخير ناقص الاول زي ما انت عايز، اكس 2 ها ناقص اكس نود، الاخير ناقص الاول، تمام، اكس 2 ناقص اكس نود اهي بتساوي رقم، ماشي. طب تعالى هنا بين دول، ها، بنقول ايه؟ سي ماينس بي على اكس 3 ها ناقص اكس 1، بيطلع رقم اي. طب هتجيب الفروق الثالثه اللي هي اي ماينس دي على اكس 3 اخر واحده ناقص اول واحد ناقص اكس نود. بالله عليكم الكلام ده صعب؟ لا يا دكتور صعب. تمام. طب انا قدرت اوصل الى قيمه الرقم ده الاي دي، حط عليها دايره بعدين، تمام كده، والدي حط عليها دايره،
والاف حط على دايره. انت عايز ايه؟ انا عايز اجيب الابروكسيميتد بولينوميال. تمام، خش على الصفحه اللي بعدها. يبقى بي 3 اللي هي قيمه الواي زي ما عبد الرحمن بيسالني. تمام، ليه بي 3؟ لانها بولينوميال اوف ديجري 3. طب ليه 3 بولينوميال اوف ديجري 3؟ لان الداتا كان عندي 4. ماشي، طيب بتساوي واي نود. فين الواي نود دي؟ اهي ارجعها تاني، اهي ادي الواي نود اهي، هي دي. طيب زائد اكس ماينس اكس نود. فين الاكس نود دي؟ ارجع لها تاني، اهي ادي الاكس نود اهي. تمام، فين الايه مضروبه في الايه؟ فين الايه؟ ارجع لها تاني، اهي. زائد اكس ماينس اكس نود في اكس ماينس اكس واحد. فين الاكس واحد؟ اهي، اللي هي القراءه او اللي هي ايه، اللي هي اللي واخدها من ايه، من القراءات المعمليه. انت عند اكس نود طلع واي نود، اكس واحد طلع واي واحد، اكس اتنين طلع واي اتنين، اكس ثلاثه طلعت واي ثلاثه. تمام، طيب مضروبه في الدي، ادي الدي اهي. طيب اللي بعدها اكس ماينس اكس نود في اكس ناقص اكس واحد في اكس ناقص اكس اتنين في اف. فين الاكس اتنين وفين الاف؟ ادي اكس اتنين وادي الاف. تمام، كده انت جبت الانتربوليتنج بولينوميال. اقول تاني لزياد عشان هو اللي سالني. طيب افرض انت عايز تجيب قيمه للواي عند اكس ابعد من قراءاتك، هيطلع الحل زي الزفت. يبقى لو انت عايز تاخد ها قيمه قراءه يعني عايز تجيب ها قيمه الواي بكام عند الاكس تكون بعيده عن القراءات بتاعتك دي، روح للكيرف فيتنج، روح للكيرف فيتنج، ما تروحش لا نيوتن ولا لاجرانش. تمام، وعشان يكون الحل بتاعك مقبول باستخدام نيوتن او لاجرانش لازم يكون الداتا اللي عندك كتير. تمام، ده لو انت عايز تحصل على ها درجه عاليه من الاكيورسي، درجه عاليه من الاكيورسي، من الدقه. طيب معايا حبايبي احمد؟ تمام، ايوه مع حضرتك دكتور. تمام ماشي. السؤال بقى اللي هنحله في السلايد رقم 7 اللي انا شغال فيه ده، هوت بيقول لي فايند انتربوليتنج بولينوميال. تمام، ذات فيت يعني تلائم او تناسب ذا فولوينج داتا. طيب سؤال، هل في اللاجرانش اما اشيل كل اكس واحط اكس نود هيطلع لي واي نود؟ اه برضه، تصدق اهو شيل كل اكس واحط اكس نود هيديني واي نود برضه. طيب شيل كل اكس واحط اكس واحد مش هيطلع لي، هتديني تقريبا واي نود زائد ايه صح؟ بالظبط كده، واي نود زائد ايه في اكس واحد ناقص اكس ناقص اكس نود. تمام؟ تمام، كده كده انت اكيد من المؤكد انك عايز تجيب الانتربوليتنج بولينوميال عشان ما عرفتش تكمل. يا جماعه افهموني، عشان انا مش بحب الدراسه من غير مغزاها ايه. يعني انتوا يمكن تكونوا ما انا درستكم في اعدادي، اكيد لازم تعرف ان انا ما بحبش ان انا اديك العلم مصمت، لازم تبقى فاهم ده بيتاخد ليه. انت بتروح للانتربوليتنج بولينوميال لانك عندك مشكله عايز تحول من النقاط من القيم المتقطعه الى داله متصله، عايز تحولها الى داله متصله. اروح امتى للاجرانش؟ اما يكون عندك داتا كتير انت خدتها في المعمل. طيب اروح امتى لنيوتن؟ اما يكون عندك داتا كتير. طيب ايه الاحسن؟ الكيرف فيتنج احسن من الاثنين دول. طيب تعالوا نكمل كلامنا، انا عمال اعيد وازيد. تمام، وخلي بالك انا في سلايد رقم 7 وما 27 سلايد، يخلص وقت ما يخلص، يخلص في المحاضره الاولى، يخلص المحاضره الثانيه، يخلص المحاضره الثالثه. انا هدفي كله انك تفهم. الطريقه دي غلط يا اولاد، لو انتم عايزين امر مرور الكرام امشي اعدي مفيش مشكله، ولا انا كده الصح؟ اقفل المايكات، تتقفل ما عدا احمد هو اللي متواصل معايا. المايكات تتقفل يا جماعه، مش عايز نويز. لا تمام يا دكتور، الطريقه اللي حضرتك شايفها هي صح ولا نسرع؟ هو تمام، حضرتك كمل الطريقه اللي تحبها. الطريقه اللي انا بحبها، الطريقه اللي انا بحبها واللي انت هتفهمها وتتقبلها هي الطريقه دي. ماشي تمام. فايند انتربول، لا ما اقول لك على حاجه، ما انتوا ممكن تكونوا تحسوا بالملل، ففي هذه الحاله انا سهل عليا ان انا امشي مرور الكرام واقول ان هتتمرنوا في السكاشن، لكن انا مش عايزك تنتظر السكشن بصراحه،
عايزك تخش على السكشن تكون فاهم. فاين تمام ده افضل. نعم لا بقول لحضرتك ان ده افضل يعني. طبعا طبعا فاين ان شاء الله رب لا نزكي انفسنا على الله ان شاء الله باذن الله هيبقى ترم سعيد علينا كلنا ان شاء الله. فايند انتربوليتنج بولينوميال ذات فيت يعني زي ما قلت لك بتلائم او تناسب ذا فولوينج داتا يوزنج نيوتن ميثود. مديك النقط اهي 1 و3 مش لازم طبعا اديك 4 نقط. انا في الامتحان هديك 3 قراءات فقط تمام، يعني هيطلع لك معادله من الدرجه الثانيه هيديك 3 قراءات فقط، وما تجيش تقول لي انت هتجيب نيوتن ولا هتجيب لاجرانش ولا هتجيب كير فيتنج. بجيب كله، خلي بالك انا امتحاني بيبقى من الجلده للجلده، من كل نقطه بتيجي تمام. قياس المعرفه امتحاني كله قياس معرفه تمام، قياس معرفه فقط. المهاره الوحيده اللي انا بتناقشك فيها في الامتحانات الام سي كيو معرفه فقط. عارف هتحل، مش عارف انت حر بقى، محدش قالك ما تذاكرش. 1 و 3 3 و 7 8 و 12 10 و 20. طبعا السؤال بتاعي مش هيجي كده، هاجي اقول لك ها ذا فاليو اوف واي ات اكس ايكوال مثلا 4 بينهم، ها ذا فاليو اوف واي ات اكس ايكوال 4 يوزنج نيوتن انتربوليتنج بولينوميال ساتسفاي ذا ابوف داتا. اكتب معايا انا في حاجات بقولها بالبق اهو. يبقى نوعيه السؤال هتيجي ازاي تاني؟ نوعيه السؤال فايند او ذا فاليو، ما بقولش اقول فاين، ذا فاليو اوف واي ات اكس ايكوال مثلا 4 يوزنج نيوتن انتربوليتنج بولينوميال ذات فيت ذا ابوف داتا. انا بكون مديك نقط از دي ولا دي ولا دي ولا دي. تمام تمام. الكشكول عليه درجات يا حبيبي. امتى؟ هل في الزام انك تعمل كشكول؟ لا، بس لو لا قدر الله حليت وحش في امتحان الميد تيرم تمام، مالكش عندي اي مساعده. طيب لو انت عامل كشكول ومكاتب معايا ورايا هحدد معاك يوم ونناقش فيه انت فاهم ايه وازود لك درجاتك ان شاء الله. طيب الحل بقى، نزلت الاكس نود بواحد مش انا عندي 1 و3 و3 و7 و8 و12 و10 و20 ارجع لهم تاني اهم اهم دول. حطيت الاكس في اول عمود 1 3 8 10، حطيت الواي في ثاني عمود 3 7 12 20 تمام اهم. وبعدين هيطلع لي المعادله من درجه كام بالمناسبه؟ الدرجه الثالثه عشان اربع ما اربع ريات. برافو يا سكر، برافو حبيبي. طيب 3 ناقص 7 ناقص 3 7 ناقص 3 انا هجيب الاول ايه اول الفروق على 3 ناقص 1 هيدينا 2. طيب اللي بعدها الفروق بين 12 و7 12 ناقص 7 على 8 ناقص 3 هيدينا 1. 20 ناقص 12 ها على 10 ناقص 8 تمام هيدينا 4. اجيب الفروق الثانيه اللي هو السكند ها الديفرنس 1 ناقص 2 تمام على 8 ناقص 1 الاخيره ناقص الاولى تمام تمام. طيب هيطلع لي بيساوي ناقص 1 على 7. خلي بالك ان النيوميريكال عيبه انك الغلطه بالفوره، غلطت هنا في الرقم ده بوظ لك اللي بعده كله تمام. فانت تركز وتعرف تحسب، مفيش مهندس ما بيعرفش يحسب تمام. اللي يقول لك ان الارقام مش مهمه مع المهندس لا مؤاخذه سوري، قول له الدكتور خالد مش موافقك في الكلام، المهندس ارقام سامعني واظن المحاضره بتتسجل تمام وكلامي موثق، المهندس ارقام. طيب 20 ناقص 12 على 10 ناقص 8 اداني 4. طيب اجيب الفروق الثانيه معلش انا اسف ثاني، يبقى 1 ناقص 2 على 8 ناقص 1. طيب الفروق الثانيه هنا 4 ناقص 1 على 10 ناقص 3 تمام. طيب ده طبعا حسبتها 3 سؤال ب 1 على 7 وده طلعت 3 3 على 7 تمام. طيب اللي بعدها يا سكر هيبقى 3 على 7 ناقص ناقص 1 على 7 على 10 ناقص 1 اداني 1 على 14 كده يا اولاد. اقدر استخدم بناخد ايه بقى؟ قيمه الواي نود ها قيمه اول قيمه في اول كل عمود 2، اول قيمه في اول كل عمود سالب 1 على 7، اول قيمه في اول كل عمود 1 على 14. فهمت انا بعمل ايه؟ اقول تاني
دي هتعملها دايره، اعمل عليها دايره في بي يعني، وانت بتنقل في الكشكول بتاعك اعمل عليه دايره تمام، واعمل على دي دايره تمام، واعمل على دي دايره، واعمل على دي دايره. يبقى اول كل عمود وتكتبها بقى، تقول بي 3 اللي هو قيمه الواي او البرنامج اوف ديجري 3، 3 اللي هو الرقم الاولاني زائد اكس ماينس اكس 1، ادي الاكس 1 تمام في 2 الدائره الثانيه دي، زائد اكس ماينس اكس 1 في اكس ناقص اكس 3 في سالب 1 على 7، فين اكس 3 اهي، اسف اكس ناقص 1 تمام كده في اكس ناقص 3 اسف في سالب 1 على 7، زائد اكس ناقص 1 في اكس ناقص 3 تمام كده في اكس ناقص 8 في 1 على 14. يا ريت تكون عينك على حركه المؤشر بتاعي تمام كده. انا خلصت، خلصت ايه؟ انت خلصت شغلك، بس بعد كده في الاخر هتشيل كل اكس وتحط مثلا الاربعه اللي قلت لك عليها وتطلع لي قيمه وتختار تمام. افرض اخترت غلط، هبص على الدرافت بتاعك ده واديك نص درجه الايه المساله ده جدعانه في الميد ترم، بس الفاينل ترم الدرجه كلها على الاختيار. دي بروبلمز هتقفل معايا النهارده وتحلهم ان شاء الله باذن الله بايدك، واشتغل كتير تمام. طب هم زودوا على المسائل دي، اهلا وسهلا، بس في الاطار اللي انا بتكلم فيه. ما حد يا اولاد يا احمد، ما حدش يخرج، تبلغ يعني لو المعيدين خرجوا تبلغني، خرجوا عن شغلي، انا مش عايز غير الكلام ده. انا راجل مهندس زيكم وعارف احتياجات المهندس ايه، انا مش خريج علوم تمام، فانا اعلم ان شاء الله ولا ازكي نفسي على الله، اعرف انتوا عايزين ايه، ايه شغلكم، محتاج ايه شغلكم. انا مش محتاج كربسه، مش محتاج اكربسكم، لان المنهج كبير كفايه. انتوا خدتوا الترم الاولاني بروبيلتي مش كده؟ يا دكتور المفروض يكون كان في الترم الثاني، فانا همر عليه مرور الكرام اذا، لان انا ماشي تابع اللائحه، اذا قدرت لقيت وقت اشتغل فيها ان شاء الله. طيب دول يا حبايبي البروبلمز بتوعي. هنخش على الكيرف فيتنج بدايه، هنبدا بس الكيرف فيتنج، بسجل اهو ها، وبقول لكم احسن طريقه للابروكسيميشن، احسن طريقه للابروكسيميشن. طيب خليكم معايا بقى حبايبي، عشان اللي انا هقوله انا مش عايز غيره، سامعني سامعيني كلكم، انا اللي هقوله انا مش عايز غيره، انا بعلم ناس مش خريج علوم او مش هيتخرجوا بكالوريوس رياضيات. انت محتاج الرياضيات عشان تحل مشكلة عندك في تخصصك، إذا أنت يهمك الطريقة، ما يهمكش جت منين تمام؟ مش هدوشك بأنها جت منين. بيقول لي إيه؟ إحنا دلوقتي في سلايد رقم 10، حد عايز حاجة يا جماعة قبل ما أدخل على كير فيتنج؟ دكتور هو أنا إمتى أستخدم نيوتن، أو إيه الفرق ما بين نيوتن ولاجرانج؟ إمتى تستخدم؟ أنا هقول لك، بس انا بقول لك اهو، لو انت في شغلك ودراستك وحياتك ومشاريعك وكلام من ده، انا بقول لك ان 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 ده بيدي ها ايرور كبير، ايرور عالي. يبقى انت ما تروح لشغلك ها، ما تروحش تستخدم لاجرانش ونيوتن الا ما يكون عندك داتا كتير. يا جماعه انا بنزلك في الشغل في الجانب العملي يا حبيبي، بنزلك في الجانب الجزء العملي تمام. انت بتقولي امتى في ايه، في الامتحان يعني تقصد؟ لا انا قصدي يعني في التطور الطبيعي للمنهج، يعني ده ليه ده طلعت مكان دي. منهج انا دلوقتي لما بكلمك في حياتك العمليه تمام، انت بتحتاجهم بحتاجهم. طب ايه اصح حاجه تستخدم؟ هي دي الكير فيتنج تمام. يبقى انت بتحول من الديسكريت من قراءاتك الى داله بولينوميال او الى كونتينوس فانكشن او كونتينوس ابروكسيميتد فانكشن، استخدم الكيرف فيتنج. طب لو انت عندك قراءات كتيره ممكن تستخدم اللاجرانش، ممكن تستخدم نيوتن. ده سؤالك؟ هو كده الاثنين بيتعرضوا لنفس الكونسترينز اللي هو تقريبا. حد عايز حاجه ثانيه؟ ولكن انا بسجل اهو تاني ان نيوتن افضل من اللاجرانش شويه. نيوتن افضل من اللاجرانش شويه لانه هو ماشي بنظريه فروق. معايا؟ حد عايز حاجة تانية؟ انتوا معايا يا جماعة ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. طب حد مش حدش عايز حاجة؟ محدش رفع ايده؟ لا مفيش. طب تمام.
هندخل على الكيرف فيتنج وتركز معايا. اول حاجه لو عندك ان من النقاط، ان من الداتا ايا كان بقى عدد، مش عايز حد يفتح المايك دلوقتي، احمد بس اللي معايا، اي حد يقفل المايك، مش عايز نويز، مش عايز نويز. عندي كام نقطة هنا؟ عندي ان من النقاط، ان دول يعني كام؟ 10 20 30 40 2 3 4 زي ما يكونوا، تمام؟ طيب، أول ميزة في الكيرف فيتنج إنه شكل المعادلة الأبروكسيميتد لا يعتمد على عدد النقاط المعطاة. أنا قلت لك قبل كده ها إنك لو عندك أربع قراءات هيطلع لك معادلة من الدرجة الثالثة، لو عندك خمس قراءات هيطلع لك معادلة من الدرجة الرابعة وهكذا. لا، هنا بقى في الكيرف فيتنج هيجي لك المشرف بتاعك بتاع المشروع بتاعك او رساله الماجستير ويقول لك انت خدت قراءات في المعمل، انا عايزك تطلعها لي، طلع لي الحل ان كومباكت فورم بصوره كونتينوس على انها تطلع ستريت لاين، تطلع خط ايه؟ خط مستقيم. انت عايز تطلع الحل على هيئه ايه؟ خط مستقيم. يعني الابروكسيميت سوليوشن بتاعتك عايز تطلعها واي بتساوي اي اكس زائد بي. الاي عندك؟ لا مش عندي، الاي ده ثابت هتجيبه. البي عندك؟ لا مش عندي. يبقى انت مطلوب منك فكرتك ايه او الفكره دماغك إيه رايحه فين؟ ان انا عايز اجيب الثوابت A وB. اما اجيب الثوابت A وB يبقى انت كده جبت الابروكسيميتد سوليوشن ها على صوره خط مستقيم، على صوره ايه؟ خط مستقيم. واضح يا احمد؟ واضح دكتور. طيب هل 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 زياد معايا اللي سال قبل كده، هل بيتوقف على عدد النقاط المعطاه؟ لا لا، ان شاء الله رب كنت بديك نقطتين، ولكن انا عايز برضو اتكلم في الموضوع ده قبل ما تسأل فيه. عشان تضمن حل او اكيورسي عاليه في اي ابروكسيميتد سوليوشن لازم الداتا تكون معقوله، تمام؟ ما تجيش تديني اتنين داتا كده او قراءتين وتقول لي هات لي الابروكسيميتد سوليوشن، مش هتبقى حلوه في اي طريقه بقى، في اي طريقه. لكن درجه الاكيورسي اعلى ها في الكير فيتنج مناظره باللاجرانج ومناظره بنيوتن. اقول تاني، كلهم بيحتاجوا داتا كتير، كل ما كترت الداتا بتاعتك او قراءاتك كتيره هيطلع لك الابروكسيميت سوليوشن مور اكيوريت. طيب داتا كانت قليله هيطلع الابروكسيميشن بتاعك ضعيف، وحش مش حلو، تمام؟ لكن لو القراءات بتاعتك قليله الى حد ما، الى حد ما، ما تبقاش بقى اثنين ولا ثلاثه، لا يعني تكون اكتر من كده شويه، تمام؟ الى حد ما. مين الاحسن؟ انك تستخدم الكيرف فيتنج، تستخدم الكيرف فيتنج. طيب السؤال بتاعي تاني، انت عايز تطلع الابروكسيميت سوليوشن على صوره واي بتساوي اي اكس زائد بي، مين قال لك دي؟ المشرف بتاعك. انت واخد مجموعه من القراءات وقال لك لا 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 لا، انا عايزك تطلع لي الحل ها على صوره خط مستقيم، على صوره خط مستقيم. انتوا معايا في اللعبه دي ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها انك انت عندك شويه ارقام منطوره، تمام كده؟ عايز اجيب خط مستقيم بيلائم كل النقط دي، بحيث ان انا ما اشيل كل اكس واحط اكس واحد ما يدينيش واي واحد، لكن يديني ها رقم قريب من الواي واحد، تمام؟ مش هيديك هو هو، يعني لما تيجي تشيل كل اكس تحط بعد ما تجيب الثوابت A وB، بعد ما تشيل كل اكس تحط اكس واحد مش هيديك الواي واحد، الواي واحد ده هو الاكزاكت، خلي بالك. الواي واحد ده اللي انت جبته من المعمل، الواي اتنين ده اللي انت جبته من المعمل، الواي تلاته اللي انت جبته من التجربه العمليه، الواي ان اللي انت جبته في التجربه العمليه، انت عايز ايه؟ انا عايز اما اشيل كل اكس واحط اكس واحد يطلع لي رقم قريب قوي 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 ها من هذه من هذا الرقم، ولكن ان كومباكت فورم. يعني ايه كومباكت فورم؟ ها في صوره يكون المعادله بتاعتك صوره خط مستقيم، صوره خط مستقيم. اكرر تاني، اكرر تاني ها، عشان يبقى الحل بتاعك الاكيورسي بتاعه يعلى يبقى لازم يكون عندك داتا معقوله، داتا كتير. انت في مشاريعك، مشاريع التخرج او في الماجستير او كده، تمام، لازم تاخد داتا كتير اذا انت هتحولها الى داله كونتينوس عشان تعلى معاك بالاكيورسي. داتا كتير زائد كيرف فيتنج، زائد كيرف فيتنج. لاجرانش سهل، سهل في استخدامه، نيوتن سهل في استخدامه، تمام، ولكن كله على حساب الدقه. مين احسن؟ الكيرف فيتنج احسن. انا عمال اعيد وازيد. طيب انت عايز تجيب ايه دلوقتي؟ مشكلتي هنجيب ايه واحد احمد؟ انا مشكلتي اجيب ايه وايه بقى عشان اخلص المساله؟ ها الاي والبي، الاي والبي. يبقى انا عايز اعمل معادلتين في مجهولين،
المعادلتين دول هيتكونوا ازاي؟ اسمعني بقى، معامل الـ A، معامل الـ A بإيه؟ بإكس إكس، مش كده؟ معامل A ده مش إكس أهو، تمام؟ هضرب الـ X، هضرب المعادلة كلها ها في إكس، المعادلة كلها هضربها في إكس، وآخد حاجة اسمها سميشن، المعادلة الأولى دي، دي جت إزاي؟ دي اللي أنا عايز أوصله لك لازم يوصل لك. لا أزكي نفسي على الله، ما تخرجش عن طريقتي في الشرح. يبقى تاني، أنا عايز أجيب الثوابت A و B، أجيبهم إزاي؟ معامل الـ A، معامل الـ A، الـ A، الـ A ده هو البارامتر مش الـ X، هو بيساوي X، أضرب في X المعادلة كلها، تبقى إداني XI، الـ XI دي هنشوفها دلوقتي، في I، فين الـ X؟ ما حدش يفتح المايك. بتساوي بس بالسميشن A، الـ A تطلع بره، لأن الـ A ثابت، لسه ما جبتوش. X في X في X سكوير، إداني XI سكوير، زائد B في واحد، الواحد ده في اكس باكس. اقول تاني المنظر ده عشان انت بتيجي تبص عليه بعد المحاضره، جه ازاي المعادله دي؟ جت ازاي؟ خدت سميشن، خدت مجموع يمين وشمال، وضربت في اكس المعادله كلها، وضربت في اكس المعادله كلها، وبدل ما اكتب واي كتبت واي اي، وبدل ما اكتب اكس كتبت اكس اي. ليه بقى؟ لان انت عندك عدد النقط اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 الى اكس ان، تمام؟ انت بعد كده هتجيبها بالمجموع، ده انت عندك حاجه رقميه. طيب السؤال الثاني، معامل البي بكام؟ معامل البي واحد. واحد، اضرب المعادله كلها في واحد، مش هتبان اهي. سؤالك بقى، سؤالك هو انا ايه الان ده؟ الان دي عدد النقاط المعطاه، جت ازاي؟ ممكن تسالني دي. اقول لك انا، مش انت ضرب المعادله كلها في واحد؟ سميشن الواحد، مجموع الواحد، مجموع واحد، لما تيجي تجمع الواحد خمس مرات هديك كام؟ خمسة اللي هو عددهم. صح كده، برافو عليك يا واد، صح كده. يبقى الان دي عدد النقاط المعطاه او عدد القراءات بتاعتك، عدد القراءات جت ازاي؟ لان انت دلوقتي بتجمع واحد عدد من المرات يساوي عدد الايه القراءات بتاعتك، واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، لو انت واخد خمس قراءات يبقى يديك خمسه، يبقى الان دي بتساوي ايه؟ عدد القراءات المعطاه. نقول تاني، انت دلوقتي عندك ها ثابتين A و B عايز اجيبهم، فلازم تكون معادلتين في هذه في المجهولين دول. هتيجي تقول لي طب ال XI و YI ده رقم، هتشوفه دلوقتي، XI في YI هتضرب X في Y ها وتجمع، هقول شوفها دلوقتي هتلاقيها سهله جدا جدا. طب المعادله دي تاني تكون ازاي قبل ما اروح للايه؟ للصفحه اللي بعدها، تمام؟ المعامل ال A بإكس، أضرب في إكس المعادلة كلها، تمام؟ يبقى إكس أي في واي أي، وأحط السميشن، بتساوي A سميشن إكس أي تربيع زائد B سميشن إكس أي، البي طبعًا والـ A ثوابت، بيطلعوا بره العداد بتاعي. أمال ده إيه؟ المعادلة دي اتكونت إزاي؟ معامل الـ B بواحد، أضرب المعادلة كلها ها في واحد، تمام؟ بقت اداك سميشن واي اي بتساوي A سميشن اكس اي زائد B في N، الN دي جت منين؟ عدد النقاط المعطاه، تمام كده؟ عدد النقاط المعطاه. تعالوا بقى معايا ونشوف، انا بقول لك الاي العداد بتاعي بيعد من كام لكام؟ من واحد لN، يعني ايه حضرتك؟ يعني اضرب اكس 1 في واي 1، خليك معايا، اضرب اكس 2 في واي 2، اضرب اكس 3 في واي 3، اضرب اكس 4 في واي 4 لغايه اكس N في واي N، تمام؟ واحط المجموع هنا. طيب امال ايه سميشن من اي بتساوي 1 الى ان في اكس اي تربيع دي؟ اربع اكس 1، اربع اكس 2، اربع اكس 3، اربع اكس 4، واجمع هيطلع لي المجموع هنا. واضح؟ واضح يا دكتور. تمام، امال ايه سميشن اكس اي دي؟ اجمع اكس 1، اجمع اكس 2، اجمع اكس 3 زائد اكس 4 لغايه اخر ايه؟ عدد قراءاتك، واحطها هنا. امال ايه سميشن واي اي دي؟ ها اجمع واي 1 القراءات بتاعتك، اجمع واي 2، اجمع واي 3، اجمع واي 4 الى واي ان، واحطها هنا. ماشي الكلام. طب ما انت عندك اكس اي مجموعه انت موجود هنا، وعدد القراءات بتاعتك ها حسب النقط اللي موجود، هنبص عليها. تعالى معايا نحل الجزئيه دي. بيقول لي ايه؟ فايند ذا ستريت لاين، فايند ذا ستريت لاين زاد فيت زاد داتا ناقص 1 و3، 1 و7، 3 و2، تمام؟ السؤال اللي المفروض تسالوه
تقول لي هو حضرتك ما حددتش ليه باستخدام الكيرف فيتنج؟ اقول لك هي متحدده لوحدها، حد يقدر يقول لي ليه؟ انا فاتح المناقشه على فكره فيها، عشان قال ستريت لاين، ستريت لاين عشان دي عشان ايه؟ ايه اللي خلاكم حددتوا؟ برافو عليك يا دكتور، هو طلب الستريت لاين ذات فيت، طالما طلب يعني اللاجرانش ما ينفعش، ما هو اللاجرانش بيبقى كيوبيك كوادراتيك، هيبقى هنا كوادراتيك كوادراتيك، برافو عليك. يبقى انا بقول لك انا عايز الحل بتاعي الابروكسيميشن يكون ستريت لاين، وعندك ثلاث نقط، فاذا انا مش محتاج اقول لك كير فيتنج، لان هو الكير فيتنج هو اللي ايه بيشز عنهم، وما بيحتاجش ما بيعتمدش على عدد القراءات اللي انت بتاخدها. 100 100 100 100. طيب يلا بقى الشغل بتاعنا، بنقول let the straight line equal y بتساوي ax زائد b، تمام؟ طيب كتبنا المعادلتين، انا عايز اجيب الا واجيب البي، فهنعمل ايه؟ معامل الا هو x، اضرب المعادله كلها في x، يبقى x i في y i، x في x بx تربيع. طيب x في واحد، مفيش هنا مفيش حاجه، x في واحد بx. طب عدادي بيعد من كام بقى؟ ها بيعد من واحد لثلاثة. اشمعنى من واحد لثلاثة؟ عدد النقاط المعطاه او عدد القراءات، واحد اثنين ثلاثة. طيب بتساوي a summation من i بتساوي واحد الى ثلاثة x i تربيع. جت منين x i تربيع دي؟ مش انا ضرب المعادله كلها في x، اشمعنى x اللي هي معامل الايه؟ معامل الايه، تمام؟ طيب من i بتساوي 1 الى 3، تمام. طيب زائد b summation من i بتساوي 1 الى 3 xi، جت منين دي؟ جت منين دي؟ ها مش دي عندي هنا جنبها واحد، انا ضارب المعادله كلها في x. طيب المعادله الثانيه يا اولاد، المعادله الثانيه انا ضارب المعادله كلها في كام يا احمد؟ في x. في x يعني ما تفرحش. المعادله الثانيه ثانيه واحد كده، في واحد. تمام كده، تمام كده. يبقى summation من i بتساوي 1 الى 3 y i بتساوي a summation x i، جت منين x i؟ ما x i x في 1 ب x، ماشي. زائد 3 b، جت منين 3 دي؟ عدد ايه؟ ها المعادله، عدد ايه؟ النقط، عدد القراءات، عدد القراءات مش التلاته دي، عدد القراءات، تمام. طيب تعالوا بقى معايا، عايزين نجيب القيم دول لا بص لي في اللفه بتاعتي دي، عايز اجيب القيمه دي ده رقم، عايز اجيب القيمه دي ده رقم، عايز اجيب القيمه دي ده رقم، عايز اجيب القيمه دي رقم، وده كمان رقم. طيب هنجيبهم ازاي؟ هتعمل جدول، كل ده انا ما بشوفوش، كل ده انا ما بشوفوش، انا هاجي لك في الامتحان اقول لك ها the equation of the straight line that fit كذا is، واكتب لك الايه الثوابت بتاعتي، واجيب لك ممكن اجيبها لك مش ارقام بقى، اجيب لك هي المعادله كده 3 اكس زائد 7 او 2 اكس مش عارف زائد 9، ها يعني ايه، اكتب لك معادلات وانت تختار المعادله اللي طلعت لك. واضح؟ واضح، تمام. طيب الاكس، الاكس اي بكام؟ نقول ايه، سالب 1 1 3 اهم. طيب انا محتاج اجيب مجموع الاكس اي، جمعهم هيديني مجموعهم 3. طيب اكس تربيع ربع دي، انت محتاج اكس تربيع في ايه؟ اهي اهي انت محتاج دي اهي، تمام. يبقى سالب 1 تربيع ب 1، 1 تربيع ب 1، 3 تربيع ب 9، جمع اداني 11. طيب انا محتاج الواي اي في ايه؟ مجموع الواي محتاجهم اهي، محتاجها في دي، تمام. طيب يبقى الواي القراءات بتاعتي ال 3 7 اتنين اهم، تلاتة سبعة اتنين، مجموعهم 12، كويس. انت محتاج اكس اي في واي اي ايه؟ ليه؟ اهي انا عايز اشوف مجموعها كام، رقمها كام. يبقى اكس في واي، ادي اكس في واي، يبقى سالب واحد في تلاتة، واحد في سبعة، تلاتة في اتنين في ستة، جمع اداني 10، تمام. بنعوض في القانونين دول، هجيب علاقتين اهم بين A و B، احلهم مع بعض بالكالكوليتر او غيره. انا مش مشكلتي معاك ها انك تجيب الثوابت ازاي، خد بالك كلام تاني حضاره ده انا ما بحاسبكش عليه، تمام. انا ليا انك تطلع لي القيم دي صح، انت سامعني؟ ليا انك تطلع دول صح، طلعتهم ازاي مش مشكلتي، بالكالكوليتر بحل معادلتين مع بعض دي مش قضيتي، خلاص انت كبرت كفايه،
مش ممكن اكون انا هدفي ان انا اقول لك بتحل معادلتين في مجهولين ازاي. خلاص طيب طلعت القيم دي مع بعض تمام. السؤال هيجي لك ازاي؟ ذا ستريت لاين ذا فيت ذا داتا دول از، هتلاقي ثلاث خطوط او اربع اختيارات، هتختار الاختيار الصحيح. طبعا منهم ممكن سالب 1 على 4 ورقم غلط، ممكن تلاقي هنا 17 على 4 والرقم ده غلط تمام. فانت تختار الاجابه المناسبه. واضح يا ولاد؟ واضح يا دكتور. حد عنده سؤال؟ اكمل؟ تمام يا دكتور. هو حضرتك هو الكيرف فيتنج يا دكتور يعني ميزته ان هو بقدر اجيب بيه الرينجز البعيد عشان بعوض بنقط على اللاين اللي انا مديته صح؟ ده ايوان. لا ده مش كده وبس، ميزته كمان حاجه تانية، انك انت لو انت بتعمل مشروع تخرج او بتعمل ماجستير تمام، بيجي الدكتور يطلب منك شكل معين ها للابروكسيميتد سوليوشن ابروكسيميتد فانكشن، هو بيطلب منك شكل معين يقول لك طلع لي الحل، طلع لي الداتا على صوره ايه مثلا اكسبوننشال، طلع لي الداتا على صوره لوغاريتميك فانكشن تمام. فدي بتبقى ميزه ثانيه تمام. مين اللي كان معايا بيسالني؟ زياد يا دكتور. زياد بص يا حبيبي، يعني كير فيدنج مش مجرد اللي هو ادق، لا ده كمان بيساعد المشرف بتاعك انه بيطلع له الحل زي ما هو عايز، عايزك تطلع الحل بتاعك على صوره اكسبوننشال تمام، على صوره بارابوليك، على صوره كيوبيك، ملوش دعوه بعدد النقاط المعطاه او عدد القراءات، ما بيتحكمش فيها. واضح كلامي؟ واضح دكتور، فهمت حضرتك. تمام شكرا جدا. العفو حبيبي. الكير فيتنج برضو التكرار بيعلم الشطار، مش هطول عليكم، هنخلص دي وتكملوا تحضير بقيه الفايلز تمام، وتحلوا المسائل وتقابلوني يوم الحد، يوم الحد ان شاء الله الساعه 7 الا ربع برضو ان شاء الله باذن الله. تمام تمام يا دكتور باذنك يا رب. عايزين نحدد ميعاد تاني بقى في رمضان ان شاء الله باذن الله، يكون صباحي انت فكروا فيه واخد بالك، ونحدد يوم يكونوا انت فاضيين فيه وتكونوا في البيت، ويكون صباحي ان شاء الله. يعني ده بدل يوم الاحد الساعه 7 ولا اضافي؟ ده بدل يوم الاحد الساعه 7 ولا ميعاد 8 كده؟ لا في رمضان، لا 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 رمضان مش هيبقى فيه 7 خالص. تمام رمضان مش هيكون فيه 7 خالص، هيكون صباحي. فانتوا تدوروا لي على ميعاد، بس رمضان لسه يوم 13 ابريل، رمضان اوتوماتيك هنتفق مع بابنا ومن بعض واتساب طبعا ناكد على الميعاد والكلام من ده، بس انا بقول لك من دلوقتي فكروا في ميعاد صباحي تمام كده، ما عدا انا عندي محاضرات اونلاين مع مدني يوم الثلاث الصبح، وعندي محاضره اونلاين مع ثانيه ميكانيكا قوة يوم الحد صباحا، تمام كده. وبعد الاسف بنزل الكليه بعد كده، لو انا كنتش هنزل الكليه كنت اقول لك من 2:30 ممكن نشتغلها، لان انتم فاضيين من 2:30 2:30 ل 5 انتم فاضيين، جدولكم انا شفته يوم الحد، بس انا بصراحه في الكليه ساعتها تمام. فتختاروا لي يوم يا احمد الله يخليكم، اختاروا لي يوم عشان رمضان، لكن الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده شغالين عادي ان شاء الله. تمام يا دكتور، احنا هنعمل فوت على الوقت اللي هيختاروه كده الصبح وتمام. يناسبكم اي يوم تاني، لان انا بدي محاضراتي كلها اونلاين. بالتوفيق باذن حضرتك. واحنا ممكن نخليه بعد صلاه التراويح مثلا؟ لا 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 لا, لا. البص اليوم الدراسي، اليوم الدراسي ما يمتدش، لان انا احنا في الكليه يعني الحكومه ما يمتدش اكتر من الساعه 9 مساء. تمام يا دكتور. تمام اليوم الدراسي لغايه 9 مساء، وانا محاضرتي ساعتين وربع، يبقى انا عايز ساعتين وربع. فانت احسن حاجه طبعا على بال ما تصحى من النوم والكلام من ده، اي يوم الساعه 10 مناسب جدا عندي. تمام شوف بقى انتوا اجازتكم امتى، الايام اللي انتوا قاعدين فيها في بيوتكم؟ احنا تقريبا كده قاعدين يوم الاحد ويوم الاربعاء ويوم الخميس والجمعه، اي قصدي الجمعه والسبت. جمعه وسبت، السبت فاضيين. جمعه وسبت وحد واربعاء. ممتاز. يبقى احنا ان شاء الله لو انتم مش متضايقين ننقله السبت، بس في رمضان الاربعاء محاضرات رمضان، بس ننقله السبت الساعه 10 الصبح. تمام احنا نعمل فوت برضه علشان ما ينفعش ناخد راي واحد بس. مفيش مشكله. لا بس مش هنبعد عن الجمعه،
نبعد عن الجمهور. لو انتوا الخميس كمان فاضيين ممكن الخميس برضه مفيش اي مشكله. تمام ماشي يا حبيبي. طيب هنخلص دي ونوقف المحاضره كفايه قوي عليكم المره دي. لو 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 الاستاذ الماده او المشرف بتاعك او مشرف المشروع او مشرف ماجستير ربنا يا رب يوفقكم وتاخدوا الماجستير والدكتوراه كمان، لو قال لك حط الحل بتاعك او الداتا بتاعتك على صوره سكند ديجري بولينوميال كوادراتيك، تمام، اللي هي واي بتساوي اكس سكوير زائد بي اكس زائد سي، تمام، بغض هيطلع لك كوادراتيك دون النظر الى عدد النقاط او عدد الفروقات بتاعتك، ودي الميزه بتاعت كيرف فيتنج زي ما قلنا. تمام، عندك كام خطوط؟ التحفه ده التحفه ده في المايك. طيب عندي كام قراءه؟ عندي ان من القراءات. المحاضره بتتسجل يا اولاد؟ اه يا دكتور بتسجل. طب تابعوها الله يكرمكم. اه ماشي. عندي كام مجهول يا اولاد؟ قول لي كده احمد. كده عندنا الاي والبي والسي. تمام، يبقى انا عايز اعمل كام معادله؟ هتبقى ثلاثة. الله ينور عشان عليك. عشان اجيب الثلاث مجاهيل. الله ينور عليك. طيب هيتكونوا ازاي دول؟ عادي. معامل الاي فيها ايه؟ اكس سكوير. هضرب المعادله كلها في اكس سكوير، هيديني المعادله الاولى. كمان تعالوا معايا بالراحه بقى، انا ضرب المعادله كلها في اكس سكوير اللي هي معامل الاي، يبقى اكس سكوير في واي، وخد السميشن. طيب اكس سكوير في اكس سكوير اداني اكس اس 4 اهي. طيب اكس سكوير في اكس اداني اكس تكعيب اهي. طيب في هنا واحد مش كده؟ اكس سكوير في واحد اداني اكس سكوير اهي. طيب المعادله رقم 2 اضرب في كام؟ يلا يا احمد. المعادله رقم 2 كده انا هضرب في المفروض في واحد. لا انا اسف، انا معامل البي اللي هو الاكس. صح كده، اكس. يبقى المعادله اهي الثانيه اهي، يبقى اكس في واي. تمام، طيب اكس سكوير في اكس هيبقى اكس تكعيب. طيب اكس انت ضرب المعادله كلها في اكس، في اكس يبقى اداك اكس تربيع. تمام كده، تضرب المعادله كلها في اكس يبقى واحد في اكس باكس. واضح ولا ايه؟ واضح. طيب الثالثه هضرب في واحد اللي هو معامل السي. تمام، يا سكر يا سكر يا عسل. صح كده، يبقى واحد في واي بواي اهي، واحد في اكس سكوير باكس سكوير، واحد في اكس باكس. تمام كده، طيب واحد في سي سميشن الواحد ها بان عدد النقاط المعطاه. تمام، كويس قوي. يبقى انت كده عندك ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، تحلهم بايدك، تحلهم بالكالكوليتور، ها تحلهم بدعاء الوالدين. تمام، حلهم زي ما تحلهم، طلع لي ارقام، ماليش دعوه، ماليش فيها. تمام، انا مش جاي اكلمك النهارده انت جبت لي ازاي القيم A و B و C. خلاص تمام. طيب انقل ولا في مشاكل؟ تمام كده. طيب محدش عنده سؤال؟ لا مفيش. طيب find the quadratic polynomial quadratic polynomial ذات بيست فيت ذا داتا سالب 2 و2 وسالب 1 و1 و0 و1 و2 و2. تمام كده. طيب طيب ايه اللي خلاني عرفت انه كيرف فيتنج ما يبقاش ليه لاجرانش مثلا؟ ها هو علشان كوادراتيك وكمان مدينا الاربع نقط. بالظبط كده، اربع نقط لو انت هتستخدم لاجرانش كان هيطلع كيوبيك، هيطلع ايه؟ تكعيبي، مش كده؟ وبالتالي لما اقول لك انا عايز الحل كوادراتيك يبقى ده، وعندك اربع نقط، يبقى انت بتتكلم على الكيرف فيتنج، هو ده اللي ما بيعتمدش على عدد النقط المعطاه. تمام، فبنقول له ايه بقى؟ let the approximated quadratic polynomial is y بتساوي ax سكوير زائد bx زائد c. تمام، اكرر ثاني، انا مش عايز اي تفاصيل، اللي انا بديهولك فقط انت ملتزم بيه. تمام، اللي انا بديهولك فقط انت ملتزم بيه، انت راجل مهندس، انت مش خريج علوم، انا بقول اهو انت مش خريج علوم، انت بتاخد رياضات هندسيه، يعني رياضيات تساعدك على حل مشاكلك التخصصيه. خلاص، يبقى انا مش محتاج ان انا اقول لك ان انا افاضل بالنسبه للاي، وبعدين اجيب الايه الديفرنس الايرور، واعمل مينيمايز للايرور واساويه بالزيرو.
مش محتاج افكرك ببقى اعمل ده كله، عندنا شغل كتير، عندنا شغل كتير، فلازم ادخل معاك في الجول، لازم ادخل معاك في اللي انا عايزه. انت واضح، واضح يا احمد الفكره دي ولا لا؟ انا ما بكروتش، انا بديك الحاجه الاحتياج بتاع المهندس. الكلام ده لازم تعرفه. انا مش عايز مش عايز اثباتات، مش عايز اثباتات خالص، انت راجل مهندس. تمام؟ تمام. طيب احنا قلنا هنفترض الحل بتاعنا y بتساوي ax سكوير زائد bx زائد c، خلاص؟ وكوننا الاربع معادلات اللي فاتوا، هم حد عايز فيهم حاجه؟ اللي فاتوا هم بس هنا اعدادي بيعد من واحد لاربعه عشان عندي اربع نقط، ما حدش محتاج حاجه فيهم. المعادلات اللي فاتت هي زي دول اهم، هم بس هنا كانت n عدد النقاط، كانوا n من النقاط، هنا بقوا اربع نقط عشان المساله. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ نعوض بالنقط. بالظبط كده، هتعمل الاول جدول. تمام كده؟ الجدول ده يبقى فيه كام عمود؟ تعالى معايا كده، تعالى معايا كده، شوف في الاول، اول خط بتاع الخط المستقيم، الجدول بتاعك كان فيه كام عمود؟ واحد، اتنين، سيبك من ده، ممكن دي ما تعملش، او واحد ده ممكن ما تعملش. تمام كده؟ واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة. اما كان الخط مستقيم كان يبقى عندي اربع نقط، اربع ايه؟ اربع اعمده. طيب اما اللي ما يكون عندك عايز تطلع كوادراتيك بولينوميال، تعال عد معايا، انت محتاج اكس اي سكوير في اكس اي، عايز تضرب الاكس اي تربيع في ايه؟ في واي اي. تمام، ادي عمود، ركز معايا، واحد عايز تجيب اكس اي اس 4، عايز ايه؟ تربع الاكس، تعمل قصدي الاكس اس 4، ادي الثاني، العمود الثاني. طيب عايز تجيب اكس اي تكعيب، يعني عايز كل نقطه اكس تكعبها وتجمع، يبقى دي العمود الثالث. انتوا معايا ولا لا؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. تمام. عايز تجيب اكس اي تربيع، يبقى طبعا انت كده هتربع ها الاكس. تمام كده، ويبقى انت كده عندك العمود الرابع خلاص. طيب عايز تجيب اكس اي في واي اي، عايز تضرب الاكس في الواي وتجمع، ادي كده العمود الخامس. تمام، عايز تجيب مجموع الواي، ادي كده العمود السادس. تمام كده، هم ستة ولا سبعة؟ هم سبعة أعمدة، بنعد مش نكرر ونعمل له عمود. بالظبط كده، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، خمسة، تمام، ستة، سبعة. تمام كده سبعة. تعالوا بقى معايا ونفسر الكلام ده، أهو أهو، عد كده معايا، واحد، سيبك من ده، الأولاني ده ممكن ما تعملش، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. تمام كده. طيب يبقى أنت، أنا عايزك تحفظها، معلش عشان خاطر لو غلطت تبقى أنت عارف إن ناقصك حاجة. تمام. طيب الإكس أي جت إزاي؟ إكس أي دي والواي أي، فين الواي أي أهي؟ جت منين الإكس أي والواي أي دول؟ أهم أقول لك أنا يا باشا، أهو أدي الإكس أي سالب اتنين، إكس واحد سالب واحد، زيرو، اتنين. تعالى معايا كده نشوفها، اهي سالب 2 سالب 1 0 2، مجموعهم كام؟ طلعت سالب 1 اهو. طيب خليك معايا، انا عايز اجيب اكس اي تربيع، ليه؟ ليه؟ عشان اعوض هنا، عشان اعوض هنا، عشان اعوض هنا. تمام. طيب اكس اي تربيع، هتربع السالب 2 تديك 4، هتربع السالب 1 هيديك 1، هتربع الصفر هيديك 0، هتربع الاثنين هيديك 4. تمام، مجموعهم كام يا معلم؟ هيدينا 9، صح كده. طب انا عايز اجيب اكس اي تكعيب، ليه؟ ليه؟ اشوف انا عمال اعيد وازيد ازاي، ولا انكم في ثانيه حضانه؟ عشان اعوض هنا، عشان اعوض هنا، ماشي كده. طيب انا عايز اجيب، هات اكس اي تكعيب، يبقى عند الاكس كعب، يبقى سالب 8، سالب 1 تكعيب سالب 1، 0 تكعيب ب 0، 2 تكعيب ب 8، جمع هيديني سالب 1. طيب انا عايز اجيب اكس اي اس 4، تمام، ليه برضو؟ ها، عشان اعوض بالقيمه هنا، عشان اعوض بالقيمه فين كمان؟ مفيش تاني، خلاص واحده بس. طيب انا عايز اجيب الواي اي، طب دي جت منين؟ 2 و1 و1 و2 اهي، ما اهي اهي قراءاتك المعمليه يا معلم، 2 و1 و1 و2
المجموعهم كام؟ اهم 2 و1 و1 و2 مجموعهم 6. كويس قوي. طيب انا عايز اجيب اكس اي. طب انا عايز اجيب السمشن واي اي ليه؟ عايز اجيب سمشن واي اي ليه؟ اهو عشان اعوض هنا. طيب يبقى انت ما بتروحش تجيب اي حاجه، لا انا عايز اجيب القيم دول عشان اعمل 3 معادلات في 3 مجاهيل الاي والبي والسي. تمام. طيب عايز اجيب اكس اي في واي اي، تيجي عند الاكس اضربها في واي. احمد، ايوه دكتور، ما حضرتك نمتوا مني؟ لا ما حضرتك. طب تمام، اكس في واي يبقى سالب 2 في 2 اداني سالب 4، سالب 1 في 1 اداني سالب 1، 0 في 1 بصفر، 2 في 4 2 دي الاكس في واي في 4 دي، ها اداني اسف 2 اسف انا اسف انا موحش قوي انا اسف، 2 في 2 اداني 4 تمام، 0 في 1 اداني 0 تمام، سالب 1 في 1 اداني سالب 1، سالب 2 في 2 اداني سالب 4. كويس قوي، جمع اداني سالب 1. طب انا محتاج الاكس اي في واي اي فين؟ اقول لك انا مؤاخذه، انا محتاج اكس اي في واي اي عشان اعوض هنا. تمام كده، تمام. وبعدين انا اسف، طيب محتاج اجيب اكس اي تربيع في واي اي، يبقى تضرب الاكس اي تربيع اللي انت جايبها في واي اي. اضرب ازاي بقى؟ 4 في 2 اداني 8 تمام، 1 في سالب 1 ايه ده؟ اسف 1 في 1 اسف اداني 1، معلش يا اولاد عيني بتخوني احيانا، 0 في 1 بصفر تمام، 4 في 2 ب 8 مجموعهم طلعت بتساوي 17. بتعوض في الثلاث معادلات هم دول، بتحلهم مع بعض تجيب الـ A وتجيب الـ B وتجيب الـ C. فيها مشاكل يا ولاد؟ لا يا دكتور. تمام؟ أكرر تمام. أكرر تاني، هذه الطريقة أنسب طريقة ها من الطرق الثلاثة إن شاء الله. هوقف هذا الشغل النهاردة لأن أنا شغلي كيف مش كم، كيف مش كم. طيب، زياد معايا حبيبي؟ زياد. أيوة دكتور. بص يا حبيبي، هتحضروا لي من اول سلايد 15 لغايه الاخر اهو، لو المشرف بتاعك عايزك تطلع الحل على الصوره الاكسبوننشال تمام كده، الطريقه بتاعتي عندك هتتذاكر وانا طبعا هقولها يوم الاحد تمام. طيب ثانيه واحده بعد اذنكم، لو عايز يطلعها على صوره راشونال على الصوره دي، عايز يطلع الحل على الصوره دي بالكيرف فيتنج، برضو الشرح موجود بنفس الطريقة هتذاكرها، ده في سلايد رقم 19. طيب لو أنا عايز أطلعها على أي صورة أي شكل، الدالة دي كانت كوزاين كانت ساين كانت لين كانت أي حاجة، برضو مديك الفانكشن ومديك التفاصيل وتعمل إزاي تمام. يبقى أنا مطلوب منكم كالآتي، أول تاني يا أولاد عشان تسمعوا الكلام وتعرفوا اللي أنا ما ورايش غيركم، أنا مش منتدر في حتة، اسمعوني يا جماعة، أنا مش منتدب في حتة، أنا متفرغ ليكم تمام؟ أنا مؤمن بإن عشان خاطر أحقق جودة العمل لازم أتفرغ لشغلي، مش منتدب في أي كلية، أنا ماليش غيرك وأنت كل هدفي إن أنا أرتقي بيك. دلوقتي أنا خلصت لغاية سلايد 14، أنت تكمل من 15 ل 27 تذاكرهم تمام؟ عشان أنا هشتغلهم تكون أنت على بينة وتحل بالورقة والقلم وتتابع مع المعيدين، ولو اي معيد قصر في عمله او انه ما جاوبكش على الاسئله انت عايز تقول لي على طول، هم زملاء فاضلين وما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم ان شاء الله باذن الله، ويحفظكم جميعا ويجعلنا جميعا سبب تفوقكم ان شاء الله. بصوا حبايبي انا مش هطول عليكم، انتوا حد عايز مني حاجه؟ معلش يا دكتور عندي سؤال، هو حضرتك بتنزل شيتات ولا هو هنحل اسئله المحاضرات بس؟ السلايدات اللي انا بشغلها دي واخد بالك ازاي؟ كافية جدا وتحل الأمثلة المحلولة والأسئلة الغير محلولة القليلة. تمام؟ تمام. أنا مش عايز قصدك عشان أعمال السنة وكده؟ لا هو مش عشان أعمال السنة، عشان أعرف بس هنحل إيه في السكشن. السكاشن تحل معاك. السكاشن عندهم مسائل ويحلوا معاك. تمام. بس الأهم اللي أركز على أسئلة المحاضرات.
اكيد اكيد مش اسئله محاضراته بس، وطريقتي في الشرح تمام. واتجاهاتي وانا دايس على ايه ومهتم بايه. واضح يا احمد؟ واضح دكتور. تمام دكتور، هو مين معانا من المعيدين السنه دي؟ المعيد الدكتور المهندس هاني ان شاء الله باذن الله، مدرس مساعد ان شاء الله، شخص كويس جدا وملتزم جدا، ولو في اي كومنت عندكم ابقى كلموني على الواتساب. ها لو في اي كومنت عندكم، بس ايه عايز التزام لاني انا هدي له درجات عشان الغياب. تمام ماشي يا دكتور، شكرا جدا. مش العفو حبايبي، مش عايز شيتات تدفع فيها فلوس، مش عايز كتب، ما عنديش اي كتب، كل المصادر المعلومات هتنزل لك. ما حقك عليا، طالما في منصه وفي شغل ممكن ينزل على الجروبات انزل لك المعلومات بتاعتي. ما تدفعش جنيه، سامعني؟ لا تاخد درس ولا تاخد ولا تشتري ملزمه. تمام كده؟ كله هيبقى سوفت عندك، عايز تطبع الشغل بتاعي اطبعه انت حر، لكن انا مش هكلف. عايز انزل لك كتبي عشان تزود معلوماتك انزلها لك، انا ما عنديش مشاكل. خلاص؟ عايز مصادر معلومات اخرى زياده انزل لك، بس قولوا لي بس على الايه؟ على الواتساب. احمد تواصل معايا الساعه 10 مساء الله يخليك، لان انت وعبد الرحمن هتساعدوني في حاجات كتير. ماشي الكلام؟ تمام يا دكتور. شكرا يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم وكل عام وانتم طيبين. حد عايز مني حاجه؟ شاكرين يا دكتور. العفو حبيبي، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد الساعه 7 الا ربع، طبعا تكون جاهز معايا قبل 7 الا ربع تكونوا جاهزين، لان انا بدخل بعمل ايه؟ باخد الاتندنس من بدري شويه، من قبلها ب 10 دقائق. تمام، ببدا ايه؟ اظبط الدنيا. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. دكتور وحضرتك النهارده خدت الاتندنس؟ بتقول ايه يا حبيبي؟ حضرتك النهارده خدت الغياب؟ خدته. ما انت مش الغياب بيوصلك؟ نعم الغياب يا حبيبي عندكم اصلا، الغياب عندكم، انت بتعمل فوتنج. تمام انا عملت فوت. تمام خلاص، الغياب اتاخد طبعا، اتاخد اوتوماتيك. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.